يا جماعه النهارده في حلقه جديده هنا في لوحدك في البيت على هوم سينما. رجعنا نعمل سلسله لوحدك في البيت تاني, وفي نفس الوقت هو موفي ريفيو عادي جدا, مراجعه الفيلم. مراجعتنا لفيلمنا النهارده وهو فيلم 365 days this day. الفيلم ده بسم الله ما شاء الله كان نازل في رمضان يعني, وكنت عامله تريلر رياكشن في رمضان, بس طبعا اكيد ما اتفرجتش عليه في رمضان. على الرغم الفيلم ده لما نزل بصراحة على نتفليكس, طبعا الفيلم ده طبعا لما نزل على منصة نتفليكس بسم الله ما شاء الله الشعب المصري قام بالواجب بالفرجة على الفيلم ده. كان بسم الله ما شاء الله كان توب نمبر 1 اللي كام لمدة اسبوع ونص تقريبا, موست فيوز او موست فيود كونتنت او موفي في نتفليكس لمدة اسبوع واسبوع ونص. و يعني نفس الناس اللي اتفرجت على الفيلم نفس الناس اللي معترضه الفيلم ازاي بتاع دكتور سترينج مالتي فيرس اوف مادنس ازاي كان ينزل عشان بيتكلم عن المثليه. بسم الله ما شاء الله صباح التناقض, يعني تناقض has no end with the people. فيلم 365 days الجزء الثاني وهو من اخراج باربرا بايوليس ومخرج تاني اسمه توماس مندز. الكاست ليست هم الناس الجميله الظريفه بتوع الجزء الاولاني اللي ما لهمش 30 لازمه اصلا ومش عارف هم دخلوا التمثيل ازاي اصلا, واحده اسمها انيا ماريا مش عارف ايه, وميشيل موروني. دور احداث الفيلم لورا وماسيمو دلوقتي اتجوزوا بعد ما لورا فقدت الطفل بتاعها في الجزء الاولاني في الحادثه اللي حصلت في نهايه الفيلم بتاعت الجزء الاول. بنبدا نكتشف اكتر في الجزء ده ان احنا عندنا شخصيه ثانيه اسمها دومينيكو. نبدا نكتشف ان في اخ تاني توام لماسيمو وهو عضو من اعضاء المافيا اللي موجوده في ايطاليا. حصل سوء فهم ما بين ماسيمو ولورا, فاضطرت لورا بالهروب من ماسيمو. فبتبدا تحصل مفارقات ما بين لورا وماسيمو, وماسيمو عايز يرجعها تاني البيت بتاعها, بس لورا طبعا ما سمعتش كلام ماسيمو ومحبتش ان هي ترجع البيت تاني وفضلت هربانه منه. فيلم 365 days الجزء الثاني يا جماعه, الفيلم ده يعني بصراحه بجد يعني خلينا نتكلم بجد بقى شويه. الفيلم ده يا جماعه بجد كان تقيل قوي على قلبي. الفيلم ده كان تقيل قوي 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 قوي, وما شفتش سخافة ورخامة وتقل دم كده في حياتي بجد. انا مش يعني انا بجد مش متخيل ان الجزء الاولاني كان سخيف والجزء التاني كان اسخف منه, يعني في كل حاجة. تمثيل اقسم بالله والله العظيم ثلاثة تمثيل تحس ان هم راحوا اخدوا كورس يعني ماسيمو او ميشيل مورون والبنت اللي معاه تقريبا راحوا اخدوا كورس اسبوع عند الاستاذ رامي هنا في الدور الثالث, كورس كده تدريبي تمثيلي. تمثيل بربع جنيه بجد, حرفيا تمثيل بربع جنيه, يعني زي ما تكون واحد حرفيا حافظ سكريبت اسطمبه وطلع بيسمعه ويحصل شويه جامب كاتس كده تقعد تفصلك من الفيلم اكتر ما انت اصلا مخنوق منه ومش طايق تتفرج على الفيلم, مش قادر تكمله بس عايز تكمله عشان تشوف نهايه الفيلم ايه. الفيلم يا جماعه في كمية ساوند تراكس أنا أقسم بالله ما سمعتها في تاريخ أي فيلم تاني موجود على مجرة ضرب التبانة تما. الفيلم فيه 35 أغنية, أنا نفسي أفهم أنتوا متخيلين يعني إيه فيلم 35 أغنية وفيلم أصلا تقريبا ساعة ونص, يعني مش يعني أنت متخيلين أغنية مثلا تقعد دقيقتين وربع في فيلم ساعة ونص فيه 35 أغنية؟ ده بجد انا ما شفتش كده. ويا ريتهم الاغاني حلوه, اغاني اقسم بالله يعني برضو من تحت بير السلم برضو عند ابو رامي هنا. No. I will do whatever I want with you. يعني لسه لحد شايله لحد دلوقتي على فكره. الناس اللي هاجمتني فشخ على الجزء الاولاني وقعدت تقول لي انت ازاي بتقارن الفيلم ده ب 50 شيدز, جماعه اقسم بالله الفيلم حرفيا كوبي بيست من 50 شيدز حرفيا. ده مش 50 شيدز اوف جراي بس, ده 50 شيدز تريلوجي جراي وداركر وفريد. الفيلم ده اكتر مركز على 50 شيدز داركر بالظبط, ده حتى في نفس المشهد بالظبط كوبي بيست بتاع المشهد اللي كان جراي كان شايل مراته ورا انستيزيا اللي كان راكبين فيه الجاتسكي, حرفيا نفس المشهد اتحصل هنا بالظبط. فكره انه في الجزء في 50 شيدز برضو كانوا برضو بيحطوا اغاني في الفيلم, بس ما كانش 35 اغنيه, كان اخرهم اربع خمس اغاني بس. اربع خمس اغاني كانت حلوه ومعلمه مع الناس ومختارين مغنيين بجد صوتهم حلو, لكن دول مختارين اي حاجه. اللي هو الفيلم الثاني كان فيه اغاني كتيره فيلا نحشر اي اغاني. والمشكله ان الاغاني 50 شيدز برضو تحس ان هي نفس الاغاني اللي هنا, يعني تحس ان انت سمعتها قبل كده, هي مش دي الاغاني اللي انا سمعتها في 50 شيدز. طبعا مش هي بالظبط صرف يعني, بس تحس ان هي برضو يعني ماشيه في نفس الريتم نفس الكلام في هو I
ميشيل مورون اللي عايز يعمل نفسه بقى الواد الجامد الروش اللي مفيش منه اتنين، والواد الالفا ميل الولا بقى يقعد يتصور صور كده ويتصور صور كده، تحس ان الواد جان في نفسه وتصور بقى واللياقه وبتاع، وتحس ان هو يعني استغفر الله عيل ملزق بجد حرفيا عيل ملزق. انا لو كنا جبنا الفنان تامر هجرس كان هيبقى احسن، كان هيأدي دور احسن من كده يعني. انا وماجي اتخانقنا فسيبنا بعض، وهي رجعت للبوي فريند القديم بتاعها جون، بس الحمد لله thank god اتصالحنا. How long have you been working for my husband؟ والبنت برضو يا ساتر عباره عن كتله بيض حرفيا متحركه، كتلة بيض يعني، برضو تحس ان هي متقمصة دور داكوتا جونسون في 50 شيدز، وهي اصلا مفيش بلح. اول نص ساعة من الفيلم حرفيا، انا مش هسبويل حاجة متلاقوش، اول نص ساعة من الفيلم والله هسبويل حتى، والله فيلم زخم يا جماعة والله لازم تضيعوا وقتكم. اول نص ساعة من الفيلم حرفيا مفهوش غير انتوا فاهمين يعني، انتوا فاهمين من غير ما اقول الكلمة يعني، عشان ما يقفلوليش الصفحة. طبعا انا لبست قبل كده يلا سترايك، لبست سترايك يعني، بس مش عايزين ناخد سترايك. ما علينا، الفيلم اول نص ساعه ولا نص ساعه، اول نص ساعه بجد حرفيا ما فيهوش غير كده، اول نص ساعه ما فيهوش غير كده مع اغاني كده واغاني كده في ايه يابا، في ايه ما كنت رحت ما في ايه في ايه فككم الفيلم بقى، ودي تهرب شويه وترجع شويه وتحب ده شويه وتسيب ده شويه وتقعد مع ده شويه وتقعد ايه يا حاجه في انت ما بتتعبيش ده، وانا فكرني بنفس المشهد بالظبط بتاع فيلم اوعى وشك، ايه لولا دي ما بتتعبش ما عندهاش اهل يسالوا عليها. برده نهايه الفيلم بصراحه قفلت قفله غريبه، قفلة غريبة يعني، تعتبر نفس القفلة بتاعت الجزء الأول بس بسيكونس مختلف أو بأحداث يعني بأحداث مختلفة شوية، بس نفس الحدث حصل وعملوا بيه الجزء الثاني، والجزء الثاني حصل نفس الحدث اللي في الجزء الأولاني يعني لشخصية لاورا، وبعد كده من كام يوم رجعوا قالوا إن احتمال هيعملوا جزء ثالث. طب إزاي جزء ثالث إزاي وهم موجودين؟ طب إزاي يا جدعان؟ جماعة الفيلم بصراحة لا شفت بلوت ولا شفت قصة ولا شفت أي حاجة، بجد فيلم يعني تاخده كده وتاخده وترميه في الزبالة بمعنى الكلمة يعني، ما ده يعني حتى والله ما تضيعوا وقتكم تفرجوا عليه. قيمة لي فيلم 365 days this day هو 1/10، بس ما عنديش أي حاجة تانية أقولها عن فيلم 365 days. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، إن شاء الله أشوفكم فيديوها تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم ألون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.